السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم طاجين ديال بوزروك، كيجي زوين، كيجي رائع. انا شخصيا كنحماق عليه، كنحتاجو في الطاجين هذا. بوزروك هو اللي خدينا في الطريق، هذا هو اللي خديت في الطريق، كيكون مغسول، كيبيعوه الدراري، كيكونوا مساكن واقفين تما كيبيعوه منقي ومصاوب، كيصاوبوه في ديورهم، المهم كيصاوبوه كيبيعوه مساكن. وكتكون الشمس كيبقاو واقفين في الشمس، يعني فاش تقيتهم خديت من عندهم، نتعاونوا معاهم، ما فيها والو، حتى هما الله يكون في العون. انا الله اعلم منين جايين، وكيضربوا واحد المسافه اللي هي بعيده باش يبيعوا لينا حنايا، يبيعوه لينا منقي وزوين بحال هكا. المهم انا زدت غسلته مزيان، غسلته مزيان وخليته في شويه في الماء تطلق، يعني الا كان فيه شي رمله ولا فيه شي حاجه سبحان الله ضروري ما يتغسل. ومن بعد حيت ليه كاع، كيكون فيه بحال شي تقريبا، كتكون فيه شي حاجه هنا لداخل. المهم حليته ونقيته من الداخل الا فيه شي حاجه. خديت هنايا تقريبا، عندي هنايا واحد 350 غرام ديال البزروك، عندي هنايا شويه ديال زيت العود، عندي هنايا الحامض، عندي هنايا القزبور يابس مطحون، عندي هنا شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وثلاثة ديال الفصوصه ديال الثومه، شويه ديال سكينجبير، وهنايا الزيتون، عندي هنا القزبر ومعدنوس، وهنايا مطيشه. انا سلقتها شويه في الماء، ومن بعد كتجيني سهله باش نحيد ليها القشره، كتجيني دغيا سهله، كنحيد ليها القشره وكنطحنها دغيا، كديروا كروه بحال هكا دغيا، كطحن كتصاوب دغيا، يعني ما كتاخذوش بزاف الوقت، كتبين طحنها. قلت بلاتي تنوري لكم كيفاش، ثم كي كتجي ساهله دغيا كتحيد، ما كتاخذش بزاف الوقت، وتا اللون ديالها كيكون زوين ملي كطحنوها. الطاجين ديالي سخون، غندير تقريبا محشو ديال زيت العود هنايا، بما تسخن ليا الزيت ديالي، بما يسخن الطاجين نسخن ليا شويه داك الزيت باش نديرو على هاديك لاصوص. غادي نقدم مع هاد الطاجين ديال بوزروك واحد البطاطا، كتجي في الفران، كتجي زوينه، كتجي رائعه، كترافقو بها شحال من حاجه. هاد البطاطا هادي انا تقريبا سلقتها واحد شويه، ومن بعد خليتها تبردات ليا. غندير في هاد البطاطا هنايا عندي واحد شويه ديال الزيت العود، يعني تقريبا نقولو جوج معالق كبار ديال زيت العود، غنديرهم هنايا. تقدروا ديروا زيت الروميه، يعني ما بغيتوش زيت العود تقدروا تستغناو على زيت العود وديروا غير زيت الروميه. عندي هنايا شويه ديال التحميره وشويه ديال الثومه بودره وشويه ديال الزعتر مطحون وشويه ديال الملحه وتقريبا واحد الثومه صغيره هكا محكوكه، غنحطهم هنايا. نجيب شي حاجه باش نحرك. هاد البطاطا هادي البطاطا ديالنا لقطعتها انا بهاد الطريقه هادي، شويه غليظه كتجي زوينه ملي كديرها في الفران، كتجي من برا مقرمشه ومن الداخل كتجي رطبه، يعني كتجي ماشي كبار كبار، كتجي يعني طايب من الداخل. ندير ديك البطاطا ديالي انا فهاد، ديرها في اي مول بيتو، اي اناء كيدخل الفران، انا درتو في هذا وغنستفها بحال هكا. انا الفران لا سخنتو، الفران خصو يكون سخون قبل، كنستفها بحال هكا. نكمل البطاطا ديالي الفران، الفران راه سخون، وان شاء الله نرجع معكم. ودابا رجعوا باش نصاوبوا ان شاء الله الطاجين ديال بوزروك. انا يعني دابا غندخلها الفران ونمشيو نصاوبوا الطاجين. ندير دابا مطيشه ديالي هنايا، ندير معلقه ديال الكمون، معلقه كبيره، ندير معلقه عامره صغيره ديال التحميره،
شويه ديال الملحه مع بوزروك، كتعرفوا كيكون شويه مالح، واخا انا غسلته مزيان المهم درت شويه. عندي هنا شويه ديال سكنجبير، دوك الفصوصه ديال الثوم اللي قلنا، زبور يابس نحطهم، والقزبر ومعدنوس، ديال الابزار نسيتو، انا غندير غير شويه ملي تشحرات لي دابا ديك التشربيله ومطيشه، غادي دابا ندير بوزروك ديالي. بسم الله، باللغه العربيه بلح البحر، داكشي اللي كيقولوا لي. استفدنا بحال هكا تنكمل. غنستف دابا فلفله حلوه هكا غير شويه مع ديكور. دابا الزيتون ديالي، غنقص ليه ونسد عليه يطيب، ولا نزيد ليه تقريبا واحد شويه ديال الماء السخون، شويه ماشي بزاف، ونقص ليه البوطو ونخليه يطيب على خاطرو، وان شاء الله نرجع معكم. ما كنصاوب العصير قلت نصورو، انا درت واحد الحامضه ودرت تقريبا هنا واحد ثلاثه ديال الليمونات، المهم ما كبرش بزاف، وحامضه صغيره، والسكر كيحسب كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنايا قلت نصاوب العصير علاش ما نصورو حتى هو، درت هنايا واحد ثلاثه ديال الليمونات ميه يعني حجم متوسط، ودرت هنايا واحد الحامضه صغيره وشويه ديال السنيده، وكل واحد على حسب الذوق ديالو، وشويه ديال الماء تقريبا السيترو ديال الماء. بوزروك ديالنا منطال كيجي زوين، ها هو جربوه ان شاء الله ونتمنى يعجبكم. وهالبطاطا ديالنا حتى هي ملي خرجناها من الفران كتجي على برا مقرمشه وكتجي من الداخل، كتجي من الداخل طايبه. نتمنى يعجبكم هاد الاطباق، هاد جوج وصفات اللي قدمت لكم، والعصير المعتاد اللي كنصاوبو ديما. راه خرج ليا تقريبا واحد جوج قراعي اونص اللي خرج ليا من ثلاثه ديال الليمونات وواحد الحامضه صغيره، والسكر كيبقى على حسب الذوق، وكيجي زوين. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم،
وما تنساوش تشجعونا وما تبخلوش علينا باللي لايك وديروا لي ابوني، وكنشكركم بزاف بزاف اللي يعني اللي مشتركين معايا شحال هادي، كنشكرهم بزاف. اللي دخلوا عندي جداد هما كنشكرهم بزاف، وبسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم، في امان الله.